اضحك محمد اضحك 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 عبد الله اضحك اضحك اضحك. هو صباح مشرق بالنسبه لنا نحن كاعلام وطني الان زادنا شرف اليوم هنا في قريه بسوت زياده سيد الرئيس بشار حافظ الاسد. تحيه لك سياده الرئيس. طبعا سياده الرئيس خلصنا مع الاعلام راجع العسكر. صحافه وطنيه تحديات كبيره. صوتي واضح ولا شيء؟ الاضرار كبيره والتحديات ايضا كبيره بنفس الوقت. بس ثانيه شوي. الأساس من هذه الزيارة الاطلاع على التفاصيل لكي نتأكد بأن الخطط التي سنضعها خلال الأيام القادمة هي خطط واقعية. مرحبا. سأستمر بالزيارة وأريد أن أؤكد هي ليست زيارة بسبب الحريق الذي حصل، لأن آثار الحريق سوف تستمر لسنوات. لذلك هذه الزيارة هي بداية إن شاء الله لزيارات وفرصة للقاء مع الناس الطيبين اللي يعني نستمد منهم القوة والوطنية وأيضا الكرامة. المشهد هذا قيري تجنونه. هلا هن مقهورينوني استاذ. انا احتفظت كل شيء بدي اقوله، خليني احكي. ساستمر بهذه الجوله حسب جدول اعمال معين، ولكن زيارتي للمناطق باعتبار من المستحيل ان نزور كل المناطق، هذا شيء اكيد، ولكن زيارتي لنماذج من هذه المناطق لا تعني دعم هذه القرى، وانما تعني معرفه الوضع. نناشدون الحكومه الكريمه انه ترفع ايدها عن هالضيعه، لانه اذا بنوا السد والحشا أهالي هذه الضيعة كلها سوف نتشرشح الكليب. وتام هلا بحفظ المقطع الثاني وبسمعه قدامكم. يلا. بهذه الظروف الصعبة قد يميل البعض لبيع الأرض. صوتي واضح ولا شيء؟ وطبعا هناك أشخاص يعني ينتهزوا هذه الفرص ويحاولوا استغلال حاجة المواطنين وهذه العائلات من أجل أن يقوموا بشراء هذه الأراضي لتتحول من أراضي منتجة إلى أراضي لتجارة العقارات. الخوف هو من انتشار المخالفات أولا في هذه المناطق، فلا بد أن يكون هناك قرارات حكومية من قبل مؤسسات معنية بقمع زجري لهذه المخالفات من قبل أي شخص. أريد أن أوجه تحية لكم كأعلاميين وكل زملائك الذين قاموا بتغطية مشرفة. صحافة وطنية وطنية. يعني رأينا تماما الشجاعة التي كانت تقترب من حد المغامرة وليس التهور. المغامرة وليس التهور. هو صباح مشرق بالنسبة لنا نحن كأعلام وطني الآن. فوجه الشكر لكم ولكل إعلامي ولكل الفرق الإعلامية الوطنية التي ساهمت بشكل أو بآخر بنقل هذه الصورة للمواطنين. هذا شرف لنا سيادة الرئيس. وهو صباح مشرق بالنسبة لنا نحن كأعلام وطني.